نشكرك يا رب، نشكرك، نشكرك لأنك تسمع لصراخنا، نشكرك لأنك سامع يا رب لصراخنا وسامع لأننا. أنت قلت زمان يا رب أنك سمعت صراخ شعبك في أرض العبودية ونزلت لتنقذهم. مبارك اسمك يا رب، هللويا. تفضلوا عزو. عايز أقول لكم أن في رجاء، في أمل. الرب كلمنا من حوالي 9 شهور، ناس كتير قوي من أماكن كتيرة مختلفة، الرب أعلن ليها أنه في وقت الرب عايز فيه يطلق الجيل ده. إن كانت الصورة صعبة قوي، مؤلمة، إحنا لو عدنا نصرخ ونبكي على اللي بيحصل في عيالنا مش هيكفينا اجتماع ولا يوم ولا شهر، مش هيكفينا. لكن أنا عايز النهاردة أشجعكم إن في كلام واضح من الرب قاله لناس كتير قوي بطرق كتير قوي، من كلمته وبأحلام وبإعلانات. الرب قال لنا إن في وقت هيطلق فيه الجيل دوت، وقال لنا إنه مع بداية السنة دي الرب عايز يعمل ولادة للجيل ده، ولادة روحية يطلع الجيل ده لملكوت ربنا إلى أقصى حد. واحنا النهارده جايين عشان نحتفل ونرحب بالولاده اللي الرب عايز يعملها. جيل يبقى زي يوحنا المعمدان، جيل مليان من الروح القدس من البطن، جاي مخصوص عشان يكون نذير مخصص يعني ومكرس انه يعد الطريق لربنا. احنا دلوقتي عايزين نعمل عمل فيه، بنقول له يا رب احنا مصدقين، مصدقين ان الجيل ده هيتولد، اللي في وسطنا دول رب هيولدهم النهارده من الروح القدس، ويحصل معاهم امور عجيبه، والشر اللي جه عليهم والتدبيرات اللي ابليس عملها لسنين طويله باسم يسوع هتقف. النهارده عايزين نحتفل بالجيل ده. عايز اوريكم صوره قابلت شفتها على الفيسبوك اول امبارح، وبعدها هنعمل حاجه، حفله جميله قوي. البيبي ده واقف ويستني بيقول ايه، انتوا جاهزين ولا لا؟ انا حاسس عيالنا اللي قاعدين حوالينا مستنينا بس نقول لهم ايه، انتوا جاهزين احنا نطلع ولا لا؟ انتوا مستعدين نعمل اللي ربنا قال لنا عليه ولا لا؟ احنا دلوقتي عايزين نقف كلنا بمهابه، واحنا بنستقبل دخول موكب. خلي الشريط. عايزين كلنا هنستقبل احنا عندنا 2 توين، هما توأم، أصغر توأم معانا، هم 6 شهور، ولد وبنت. فإحنا عايزين وهم داخلين هنغني مع بعض اتفتحي أبواب، وعايزين نصدق إن هم داخلين بيعبروا مع باباهم ومامتهم. إحنا بنصدق إن النهاردة هيحصل شريط هيتقص، باب هيتفتح، وخلاص مش هيتمنعوا تاني من محضر ربنا، مش هنقول لهم اطلعوا بره تاني، أنتوا مرحب بيكم في محضر الله. تعالوا كلنا نغني الأغنية دي ونرنم ونقول اتفتحي أبواب هم داخلين. اتفتحي يا أبواب وارتفعي من قدامنا، وارتفعي من
بتشاور عليهم كده فوق وتحت في كل حتة؟ الكبار بس، انتوا الأطفال وقفوا اتفرجوا بس، تعالوا لهم مع بعض: ما تسكتوش ما تسكتوش ما تسكتوش ما تسكتوش. لا علوا صوتكم معايا: ما تسكتوش ما تسكتوش. افرحوا بربنا افرحوا بربنا افرحوا بربنا افرحوا بربنا. احنا مرحبين بيكم احنا مرحبين بيكم. لا علوا صوتكم، انا صوتي اعلى منكم. احنا مرحبين بيكم احنا مرحبين بيكم. اهلا وسهلا بيكم في بيت ربنا في بيت ربنا. اهلا وسهلا بيكم في بيت ربنا. دلوقتي هطلب منكم انكم تقعدوا بليز، كل الولاد هنقعد وسط اهالينا عشان هي حاجه مهمه قوي. وانتوا بتتفرجوا علينا بسرعه هاتوا عيالكم، ولو انتوا اطفال اندهوا بابا وماما عشان احنا دلوقتي هنعمل حاجه جميله قوي. لا عايز بس من فضلكم احنا عايزين دلوقتي نهدى في اليوم الثامن. الرب قال لابراهيم في تكوين 17، قال له انا هعمل معاك عهد بيني وبينك وبيني وبين نسلك وبين عيالك معايا. فقال له في اليوم الثامن لما يتولد الولد هتجيبه وهتعمل عمل اسمه الختان وهتقدسه وتقدمه ليا. واحنا النهارده احنا عايزين نقدم عيالنا للرب، احنا عايزين نصلي النهارده لكل ولد وبنت موجود في وسطنا. وحتى لو انتوا بتتفرجوا علينا احنا عايزين نصلي ليكم الولاد والبنات الاطفال اللي بيتفرجوا علينا، احنا عايزين نصلي لكم واحد واحد النهارده. عشان كده انا هطلب الخدام يطلعوا اللي جاهزين، ولو في خدام ما خدوش من ديت بليز كل الخدام، لان العدد كبير، كل الخدام قاده الاجتماعات والمسؤولين يجوا. احنا هنعمل حاجة، واحنا كل واحد هيتحرك ناحية خمس اطفال هيصلي في نص دقيقة ويحط ايده على الولد مع بابا وماما. وانت بابا وماما استقبل ابنك والصلاة دي، وهنلبسهم الاسورة دي مكتوب عليها انا للرب، اشعيا 44 عدد 5. احنا من النهاردة هنقول لعيالنا انتم للرب، احنا النهاردة بنكرسكم وبنقدسكم لربنا. من فضلكم هنبتدي حالا في هدوء خالص، كل عيلة هتقف وهتمسك ابنها أو عيالها في النص، والخدام دلوقتي هنبتدي نتحرك هنصلي لأولادنا. لو أنت لسه بخادم ما خدتش تعال قدام هنا هتلاقي فيه الأساور. هنصلي هنقول له يا رب احنا بنبارك ولادنا بنخصصهم ليك، الولد دي أو الولد ده أو البنت دي أنا بقدسه ليك وبديهولك يبقى ابن مخصص ليك، وبعد كده هتلبسه الأسورة وروح للي بعده. في الوقت ده عايزين كلنا هنحافظ على هدوءنا واحنا بنرنم. خليكم مكانكم، الخدام هيجوا لغاية عندكم حتى لو انتوا فوق.
ولو انت بتتفرج علينا احنا باسم الرب يسوع بنصلي لكل ولد وبنت موجود، يا رب انت قلت لنا كل بنيكي تلاميذ للرب، احنا بنخصص الجيل ده كله ليك يا رب، كله يبقى تلاميذ ليك مخصص من النهارده، عيالنا مكرسين مخصصين ليك يا رب، ملك ليك بتوعك، يكونوا يا رب ناذرين مخصصين لشخصك. النهارده بيحصل فيهم انهم بيبقوا ملك للرب. املاني بروحك يا رب علشان اخدم يسوع. يسوع مد ايدك دلوقتي يا رب على كل طفل موجود بيتفرج علينا يا رب معانا باسم يسوع، مد ايدك، احضن ولاد كتير يا رب، خصصهم ليك، قدسهم ليك يا رب باسم الرب يسوع. في ناس حوامل في وسطنا من فضلك اقفي، احنا عايزين نصلي لاولادكم اللي حتى لو في البطون، لو انت بتتفرجي علينا وفي بيبي في بطنك حطي ايدك عليه باسم يسوع، احنا عايزين نخصص الجيل كله حتى الاولاد اللي لسه هيتولدوا السنه دي، الرب هيولد جيل كامل مكرس للرب باسم يسوع. الولاد اي لمسات من عدو الخير جت على الولاد تتكسر في اسم يسوع المسيح، ونصلي من اجل اطلاق الروح القدس. احنا مصدقين ان الرب هيعمل جيل مملوء بقوة الروح القدس زي جيل يوحنا المعمدان، انه هيولد الجيل دوت جيل ممتلئ بقوة روح الله. يا رب نشكرك يا رب لانك انت القدير يا رب، احنا بنتنبأ يا رب على هذا الجيل فيما بعد يا رب، لا يصير يا رب عليه اي سلطان لاي لعنات يا رب، كل لعنات موروثة من القديم باسم يسوع المسيح تنكسر، كل يا رب ما هو موروث يا رب من التاريخ القديم او من العادات القديمة باسم يسوع يا رب تنكسر يا رب. احنا سألين سلطانك يا رب، سألين سلطانك النهاردة على حساب دم المسيح، كل ما هو قديم باسم يسوع النهاردة بمقصر روح القدس نقطعه ونطلق يا رب الجيل دوت أحرار في المسيح يسوع، أحرار في المسيح يسوع، أخويا في المسيح يسوع، ممتلئين من الروح، ممتلئين من قوة الروح على حساب دم يسوع أحرار، وليك كل المجد. أمين يا رب، إحنا بنباركك يا رب، إحنا بنشكرك يا رب، احنا بنجيب كل طفل قدامك في اللحظات دي، وكل طفل يا رب معانا على شاشات التلفزيون يا رب، احنا بنتحد يا رب بجيل كامل يا رب في وسط ارضنا وبلادنا، من اسكندريه يا رب الاسوان يا رب، احنا يا رب النهارده نعلن ايماننا، نعلن ايماننا يا رب ان روحك ياتي يا رب على الاطفال دولت يا رب. نشكرك
من أجل سكيب من الروح القدس يا رب على الأطفال في أرض مصر يا رب، يا رب في القرى في المدن في المحافظات يا رب، في الكنائس الكبيرة في الكنائس الصغيرة، في الكنائس الكاثوليك في الكنائس الأرثوذكس في الكنائس البروتستانتية، سكيب سكيب من الروح القدس يا رب على الأطفال، عمل عجيب للروح القدس يا رب لم تشهد يا رب مصر من قبل، عمل عجيب للروح القدس يا رب في وسط الأطفال عينينا ما شافتوش يا رب قبل كده. نشكرك من أجل قوة من الروح القدس لمواجهة العالم، من أجل قوة من الروح القدس لمواجهة يا رب أعمال عدوك يا رب، بشكرك من أجل روح الإعلان في معرفتك اللي يأتي يا رب على الأولاد يعرفوك من هم صغيرين، يستقبلوا إعلانات عن يسوع يحبوا يسوع يحبوا يسوع يتحدوا بيسوع يا رب، جيل مكرس ليك بسبب عمل الروح القدس. نباركك نباركك عشان اللي انت صانعه في وسط الأطفال رهيب يا رب، اللي انت صانعه رهيب، نباركك من أجل يا رب إطلاق وإدرام لمواهب الروح القدس يا رب في حياة الأطفال، لأنه أطفال يمتلئوا بكلام من الله ويقولوه ويعلنوه يا رب. نشكرك نشكرك من أجل أطفال يا رب يصلوا من أجل المرضى ويحطوا أيديهم على المرضى يا رب يتشفوا يا رب. نشكرك من أجل يا رب مواهب إيمان في حياة الأطفال يا رب، يصدقوا 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 أمور يا رب عجيبة يا رب. هللويا يا رب لعملك، هللويا اسكب يا رب نارك يا رب، نارك ترسلها لنا، نارك يا رب تسكبها يا رب على أولادك في اسم يسوع في اسم يسوع. خلونا نقف مع بعض نقف مع بعض، وحط ايدك على ابنك حط ايدك على بنتك واحنا بنقول له نارك ارسل لنا يا رب، نارك ارسل لنا. جيل ممتلئ بقوة الروح القدس يواجه يواجه اعمال العدو، جيل ممتلئ بقوة الروح القدس يستقبل روح الاعلان في معرفة الله، جيل ممتلئ من الروح القدس يستخدمه الروح القدس بقوة عجيبة في اسم يسوع. نارك ارسل لنا والأطفال. لو انت مصدق من كل قلبك اللي الروح القدس يعمله في الجيل دوت، اللي الروح القدس يعمله في ولادك وبناتك، ارفع ايدك واحنا بنقول كلمات الترنيمة دي مرة تانية، انه الشرير لا يغلبهم. جيل مليان بقوة الروح القدس يغلب العدو ينتهر العدو، جيل ممتلئ بقوة الروح القدس يشهد عن المسيح يستخدم من قبل الله. نار الروح القدس تأتي تأتي على الأطفال دولت في اسم يسوع. ارفع ايدك ارفع ايدك واحنا بنقول الكلمات دي مرة تانية في اسم يسوع.
وانتوا بتصلوا في البيت خلوا ولادكم معاكم وصدقوا انه في كلام الروح القدس هيحطه على افواه الاولاد دولت. لما يكون في حد مريض في البيت وفي العيله وبتصلوا علشانه خدوا ولادكم معاكم، لان الرب هيستخدم الولاد بصوره عظيمه. جيل يوحنا المعمدان ممتلئ بقوه الروح القدس، لكن كمان الرب مدينا ايمان خاص لليوم دوت للنهارده، انه مش بس الجيل الموجود من الاطفال الروح القدس هيعمل فيه بقوه، لكن في جوانا ايمان وجوا الناس اللي ربنا استأمنهم على اليوم دوت، انه ستات كتار ازواج وزوجات كتار منتظرين الرب انه يملأ بطونهم، انه بطون تمتلئ ويتولد جيل مليان بقوة الروح القدس، انه بطون تمتلئ وارحام مغلقة تتفتح، ارحام بقالها سنين طويلة، في ارحام بقالها بالخمستاشر سنة، ارحام بقالها بالعشر سنين بالخمس سنين، انه الروح القدس النهاردة في وسطنا يعمل عمل عظيم. عشان كده واحنا واقفين كلنا والناس اللي معانا على شتات التلفزيون، لو انت منتظر ربنا ولو انتم ككابل منتظرين الرب، حط ايدك على بطنك وارفعي صلاة بإيمان. ما تبصيش لاختبارات الفشل، ما تبصيش لطول السنين اللي فاتت. ربنا ما عندوش مشاكل، ربنا عنده حلول، يفتح ولا يستطيع أحد أن يغلق. لو أنت مريتي بتجربة أطفال الأنابيب كذا مرة وفشلت، النهاردة عينيكي على الرب، هو يقول كلمة، يرسل كلمته فيعطي شفاء في اسم يسوع. خلونا كلنا وإحنا واقفين، خلونا كلنا نتحد بكل زوج وزوجة منتظرين ربنا، بكل زوج وزوجة مليانين بوعود من ربنا انه هيديهم اطفال، بكل كابل مشوا مشوار في الايمان استنوا ربنا سنين ورا سنين والرب وعدهم زي ما وعد ابراهيم وسارة، زي ما وعد زكريا واليصابات، انه اللي عمله مع ساره يرجع يعمله تاني في وسطينا في هذه الليله، اللي عمله مع اليصابات، اللي عمله مع حنة، اللي عمله مع رفقه، اللي عمله مع ناس كتير في وسطينا يعود يصنعه، لانه هو امس واليوم والى الابد. احنا النهارده نباركك من كل قلبنا، لانك موجود، لانك حاضر، مش بس حاضر جوه الكنيسه، لكن انت بتجول يا رب وسط صفوفنا، بتجول يا رب في بيوت عشان تحط ايدك يا رب على رؤوس يا رب كثيره. احنا النهارده نباركك لانه قد علمنا انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. يا رب انت اللي بتفتح الارحام المغلقه، يا رب، لانه ما فيش يا رب رحم يا رب يبقى مغلق امامك، انت تفتح ولا يستطيع احد ان يغلق. عشان كده رب احنا النهاردة نتحد يا رب ببناتك، افتح الارحام المغلقة، انت اللي تزرع اطفال اصحاء يا رب من عندك. يا رب نشكرك من اجل جيل يا رب يتولد، يا رب ايدك موضوع عليه مليان بقوة روحك يا رب، يستخدم في الارض ديت يا رب بقوة، معجزات بلا حدود يا رب بلا حدود، كل عوائق تتشال في اسم يسوع المسيح، كل عوائق في اجساد يا رب الزوجات والازواج يا رب تتشال في اسم يسوع المسيح، وقوة الروح القدس يا رب تظللهم يا رب، زي يا رب ما الملاك يا رب قال للعذراء قوة الروح القدس تحل عليك يا رب، قوة الروح القدس تظللهم يا رب، تظللهم من اجل ولادة جيل حسب قلبك يا رب. مبارك اسمك يا رب. واحنا في محضر ربنا وانتي في محضر ربنا، خلونا نهدى واحنا في محضر ربنا دلوقتي، وانتي بتابعينا من خلال شاشات التلفزيون، اعلني ايمانك وقولي له انا عندي ايمان تشفيني الآن يا رب، عندي إيمان تشفيني الآن يا رب، أنا أصدق يا رب إنه رب اختبار الحمل هيطلع بوزيتيف يا رب المرة دي يا رب. ياما رب أحبط باختبارات يا رب كانت سلبية، لكن يا رب أصدق يا رب إنه الاختبار يا رب اللي جاي هيبقى اختبار بوزيتيف في اسم يسوع المسيح يا رب. مصدقاك يا رب، انا ببص عليك، مش ببص على العائق يا رب اللي في جسدي، لكن ببص عليك انت. لمسة شفاء، لمسة حياه.
انت اللي النهارده تيجي تلمسني يا رب بلمسه شفائك في اسم يسوع، في اسم يسوع. لمسه شفاء، لمسه حياه، لمسني بايدك الاله. موجودين هنا وموجودين معانا على شاشات التلفزيون. امبارح واحنا بنصلي كلمنا على اطفال عندهم مرض السكر، وانه جاي علشان يؤمر السكر انها تهرب من الاجساد دي، انه في اطفال متاخرين في الكلام، يسوع هيطلقهم وهيطلق الكلام. ناس عندها اطفال عندها مشاكل في عينيها، يسوع اللي يحط ايده على العينين دي. اطفال عندهم سرطان، يسوع، يسوع هو اللي هيؤمر السرطان عشان يهرب من الاجساد دي. عشان كده احمل ابنك، احمل ابنك في قلبك. واحنا بنصلي دلوقتي لو هو مريض احملي بنتك، لو هي مريضه صدقي انه يسوع موجود هنا والان، انه يسوع موجود في وسطنا، انه بيرسل كلمته للشفاء، بيرسل كلمته انه مفيش مرض يقف قدامه، مفيش مرض يقف قدام قوته، مفيش مرض يقف قدام صليبه في اسم يسوع. خلونا كلنا نتحد بكل طفل موجود هنا، موجود على شاشات التلفزيون في اسم يسوع المسيح. خلونا نصدق انه زمن الشفاء اتى علينا في الارض دي، انه ده زمن الايات والعجائب، انه يسوع يرسل كلمته بالشفاء، يقول كلمة فيبرأ الغلام. خلونا نعلن ايماننا انه الباب ده اللي طرقنا عليه سنين طويلة، انه الباب ده يسوع اللي جاء فتحه بايده في الارض دي، انه ارض مصر ترى ايات وعجائب في اسم يسوع المسيح.
مبارك اسمك، عشان انت بتحب الاولاد قوي، انت بتحب الاولاد قوي يا رب. احنا نباركك، نباركك يا رب من كل قلبنا يا رب، نباركك من كل قلبنا من اجل حبك يا رب للولاد يا رب. هللويا يا رب لاسمك يا رب، هللويا 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 في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع. خلونا نتحد بالقسيس سامح حنا، هو بيصلي من اجل شفاء لاطفال كتار، هو بيصلي من اجل امراض محدده. خلونا كلنا نتحد بيه واحنا بنطلب وبنقول له انت تقدر، انت تقدر في اسم يسوع. لو ابنك عيان او بنتك حط ايدك عليها دلوقتي، حط ايدك عليها، حط ايدك عليها، حط ايدك عليها. يا رب احنا بنشكرك لانك بتحب الاولاد جدا يا رب. انت اللي قلت يا رب دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم، دول حبايب قلبك يا رب. حط ايدك عليهم الان بالشفاء الان يا رب، لمسات شفاء تخرج يا رب. الاطفال كتيره موجوده في الكنيسه واطفال كتيره بتتفرج علينا على الشات التلفزيون، يا رب مد ايدك بالشفاء الان. اشكرك لان قلبك بيرق لكل بنت ولكل ولد يا رب تعبان في الجسد. احنا بنشكرك لان عندك سلطان يا رب. احنا جايين نعلن سلطانك على الاولاد دي يا رب، جايين نعلن سلطانك، جايين نعلن لمساتك، جايين نعلن شفائك الان يا رب. تعال على كل عين مغمضه افتحها الان يا رب. كل طفل مش بيشوف الايام دي، المس عينيه باسم يسوع المسيح، قوه تخرج منك الان يا رب. كل طفل بيعاني من السكر، كل طفل بيعاني من قصور، كل طفل بيعاني من كانسر يا رب باسم يسوع المسيح، اعلن سلطانك في الاطفال الايام دي يا رب. الجيل ده يختبر الشفاء الالهي، الجيل ده يختبر يا رب صلاحك وقلبك ورقتك يا رب. احنا بنشكرك لان الليلة دي هتشهد عن شفاءات كثيرة يا رب. في اهالي هتيجي تقول ولادنا خفت الليلة دي. انا بشكرك لان قوة تخرج منك الان لكل طفل موجود يا رب، لكل طفل موجود، لكل واحد بيتفرج علينا يا رب، حتى لو ما كانش في مصر ابنه عيان بيخف الان. اشكرك 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 اشكرك، قلبك مليان بالحب بالصلاح بالرحمة بالخير. انت جاي تشفي اطفال الايام دي يا رب، انت جاي تشفي اطفال الليله دي. اتحنن يا رب، اتحنن وارحم، ارحم ولادك يا رب، ارحم ولادك. اشكرك لان لا تدنو ضربه من خيمتهم يا رب الايام دي، حمايه على اجساد الاطفال الموجوده كلهم واللي بيتفرجوا علينا، لا تدنو ضربه من خيمتهم يا رب. رش الدم على الاطفال الايام دي يا رب، فياتي المهلك ويرى الدم ويعبر، لان دمك فيه قوه وسلطان. نعظم المسيح في وسط الكنيسه، ليك كل المجد. أمين. الرب هو الملك القدير، خلونا نعلن الرب هو الملك القدير. وانت منتظرة الرب عشان ابنك يتكلم، صدقي انه ابنك هيتكلم في اسم يسوع المسيح. صدقوا انه التحاليل اللي هتعملوها في اسم يسوع هتطلع نتائج مختلفة. سيقفز الأعرج وسيطفر كالإيل، ستنطق الألسنة بالتسبيح في اسم يسوع. أمين. الرب هو الملك القدير، الرب هو الملك القدير، سيسمع صوته بسلطان كلماته. الرب هو الملك القدير، سيسمع صوت الرب. هللويا. تفضلوا ارتاحوا.
أنا أشارك معكم حاجة تحتاج إن إحنا نكون مركزين دقايق، بعد كده هنصلي مع بعض، بعد كده دكتور خالد هيكون بيصلي كمان. من الحاجات اللي رب قالها لنا على الأطفال في السنة اللي جاية دي، في السنة دي والسنة اللي بعدها، إن الرب هيعمل من خلال المنسيين، من خلال المهمشين، سواء الأطفال أو النساء أو الناس اللي مش ممكن حتى تتوقع منهم أي حاجة، هيعمل من خلالهم أمور عظيمة جدا. هحكي معاكم عن حاجات لسه يعني زي ما بيقولوا very fresh، يعني جديدة خالص، حاجة من برا مصر وحاجة من جوا مصر. من برا مصر، من كنت في بلد، كنت في إندونيسيا، بعدين في البلد دي في فصل بتاع مدارس أحد ولاد سنهم 10 سنين 11 سنة 9 سنين. الولاد دول في ولد منهم اسمه جون، بابا مات، بابا جون ده مات. فلما مات هما كانوا رايحين يلعبوا معاه، فجون قال لهم مش هقدر اخرج لان بابا مات، وبكره احنا في الجنازه وهندفن بابا. فالولاد حزنوا قوي قوي لان جون مش هيروح يلعب معاهم النهارده. فراحوا صمموا وراحوا قالوا للمدرس بتاعهم ان بابا جون مات، واحنا مش مبسوطين ان جون مش هيجي يلعب معانا، فاحنا لازم نروح نصلي لبابا جون عشان يقوم من الموت. هو المدرس بتاعهم كان بيعلمهم الكلام ده في فصل مدرس الاحد، بس هو فوجئ ان هو خدوه بجد جدا، وان اخدوا الكلام بجد، وان ربنا اللي انت بتقول عليه هيعمله. المدرس هو اللي كان بيشارك الاختبار ده، وبيقول انا بصراحه اتبرجلت، وقعدت احاول اقول لهم طب خليها بكره، طب خليها بعده. الولاد راسهم والف سيف دلوقتي، قبل ما بكره يروحوا يدفنوه دلوقتي، طب يمين طب شمال، ما فيش دلوقتي. راحوا الولاد واخدوا المدرس معاهم وراحوا عند بيت جون، ولسه بابا موجود في البيت، هو كان اوريدي بابا مات. الولاد لفوا حوالين السرير اللي موجود عليه بابا جون. المدرس بيقول انا بفتح عينه ومقفل عين ببربش عينيا، يا ترى هتيجي يا ترى مش هتيجي، عايز اقول للعيال ده بصوا لو ما امشي هيحصل ويكون واصلي ربنا كل القصص دي. الولاد مفيش، هنصلي وهيقوم. مسكوا ايدين بعض الولاد، كانوا حوالي 11 12 ولد، والمدرس بيقول المدرس هو اللي بيحكي يعني بيقول هما كانوا بيصلوا وانا بترعش، انا ما عنديش نص ايمانهم، ما عنديش ربع ايمانهم.
وإذا باللي حصل المبهر جدا إن الراجل بابا جون ده قام وإني هاليلويا وإني الرب استخدم الأمر ده في نهضة تحصل في البلد دي في إندونيسيا مستمرة بقوة جدا. عمال أسمع أخبار كل يوم غير عادية عن الرب اللي عم. وخلي بالكم ده قام بواسطة صلاة أطفال. قبل ما أجي على طول في عيلة من العائلات اللي أنا بتحرك معاهم عندهم بنتين. البنت الكبيرة جالها الغدة اللي هي منتشرة الأيام دي وكانت نفسها قوي تكون موجودة في الاجتماع عشان تصلي مع بقية الأطفال. أختها الصغيرة ده الكلام ده قبل ما أجي بساعة. أختها الصغيرة حطت إيديها عليها. خلي بالكم الغدة كانت عاملة كده، كانت وشها قد كده. أختها الصغيرة الأصغر منها حطت إيدها عليها وصلت لها، أو زي ما بيقولوا in no time، يعني من غير وقت خالص الكل الورم راح، كل الورم اختفى. مش باباها ولا مامتها اللي صلوا لها، لكن أختها الصغيرة هي اللي صلت لها. قبل آخر السنة اللي فاتت في عيلة أعرفهم عندهم ابن عنده ما يسمى أوتيزم أو مرض التوحد يعني، والولد ده في سنة 5 أو 6 أنا مش عارف بالضبط يعني. وبعدين المرض ده يعني مرض صعب يعني. الولد ده ربنا خففه وشفاه، ورب لما عمل مع الولد ده الأمر ده رب قال لي أنا مسمع أني أصنع من خلال الأطفال أمور عمر ما حد سمع عنها. احنا عايزين نصلي نطلق الاطفال في الايام اللي جايه. الاطفال دول ما هيكونوا الوقود اللي ربنا بيتحرك بيه في الايام الجايه. هنسمع نبوات من اطفال، هنسمع صلوات من اطفال مخترقه عمرنا ما شفناها قبل كده. هنلاقي اطفال يحطوا ايديهم على المرضى فيبرؤون. اطفال انا شفت بعناية كده اطفال بيحطوا ايديهم. انا في مره كان من الاوقات كان بيجي لي صداع نصفي فترات طويله قوي. بناتنا صلوا لي والصداع النصفي بطل يجيني يعني عايز اقول للابد، لغايه دلوقتي ما جاليش صداع نصفي. وبناتي هم اللي صلوا لي. ان كنا شفنا الكلام ده في الوقت اللي فات شويه، السنه دي هنشوفه كتير قوي. هنشوف كلام حكمه، هنشوف كلام علم، هنشوف نبوات، هنشوف شفاءات تحرك من خلال الاطفال. عشان كده استاذنكم كل حد خلينا واقفين نحط ايدينا على الاطفال اللي جنبينا واللي بيشوفونا في التلفزيون. هات اطفال اللي تعرفهم، حط ايدك عليهم، انت تطلق ليهم بركه دلوقتي، تنبأ عليهم. واحنا بنرسل صلوات نبويه للاطفال دي، تسري على الاطفال اللي انت معاك وجنبك. لو انت بتتفرج علينا في التلفزيون، لو انت قاعد في الكنيسه، حتى الاطفال، مفيش طفل ما يكونش محطوط الايد عليه، مفيش طفل. ممكن تحط ايديك على 4 أو 5 اطفال جنبك لو قادر، لكن مفيش طفل مش تحط ايدين على. النهارده في اطلاق مسحه نبويه للاطفال دول. اطلاق مسحه نبويه للاطفال دول، اطفال يتحركوا يملوا شوارع مصر خير، يملوا شوارع مصر اعلان ملكوت الله، يملوا شوارع مصر عن يسوع قد ايه هو رائع، قد ايه هو قوي، اعلى من اي تحدي مهما كان التحدي. اطفال يخرجوا يقولوا ان يسوع حي، اطفال يخرجوا يقولوا ان الهي اقوى من كل تحدي مهما كان التحدي، الهي اقوى من اي مرض. اطفال يروحوا مستشفيات يصلوا الناس يخفوا، أطفال يروحوا ملاجئ ويصلوا الناس اللي هم مقيدين يتحرروا، أطفال يروحوا بيوت يصلوا حتى العائلات أكبر منهم والعائلات تسترد لرب مرة تاني. أطفال يعلنوا قوة ربنا بتتحرك بالأرض زي النار تتحرك بالأرض باسم الرب يسوع. إلهي أسألك باسم الرب يسوع إطلاق الآن مسحة لكل الموجودين للأطفال. إلهي أسألك إني إعلان يسوع يبان يا رب من خلال الأطفال الموجودين والأطفال اللي بيتفرجوا علينا. إلهي أسألك إن يسوع يعلى اسمه من خلال الأطفال دول، وتتم من خلال الأطفال دول آيات وعجائب يا رب. عمرنا ما حد تخيل إن أطفال زي دول وإن يا رب عيال زي كده تكون تخرج منهم قوة جبارة. إلهي نصلي إن سماوات مفتوحة فوق الأطفال دول، سماوات مفتوحة. إلهي أسألك إني رياح روح قدس تأتي على الموجودين الآن يا رب من الأطفال، وتبلاهم بقوة جديدة، تبلاهم بمسحة جديدة. إلهي أسألك إن الخارجين من المكان هنا، حتى الأطفال مش بس الموجودين في المكان، لكن يا رب النهاردة بتتفتح السماء يا رب، وبتخرج طاقة من السماء يا رب، مسحة جديدة من السماء على الأطفال، فيكونوا يا رب طاقة تعلن عن يسوع. الأرض العطشانة، الأرض الجعانة يا رب، الأرض المتشققة، الأرض التعبانة يا رب، من خلال الأطفال دول يعلن يسوع في وسط الأرض دي.
يتخذوا الأدوات يا رب، أدوات أنت تتحرك من خلالهم. تعلن عن ذاتك يا رب، تعلن عن ذاتك أن أنت حي وأن أنت أعلى من أي تحدي مهما كان التحدي. أطفال يصلوا لأجل مرض فيبرأ، أطفال يصلوا لأجل قيود فتحل، أطفال يصلوا لأجل احتياجات مادية فتتسدد، أطفال يصلوا لأجل وظائف فتتلاقى، أطفال يصلوا لأجل بيوت فيها مشاكل فتتحل المشاكل، أطفال يصلوا لأجل موتى فيقومون، أطفال يصلوا لأجل موتى فيقومون. يا رب هو ده اللي أنت وعدتنا بيه في 2013، موتى يقومون يا رب، موتى جسديا يقومون من خلال أطفال باسم يسوع. اسم يسوع امين. افتحوا دقيقتين. لما سمعت اول مره عن اليوم ده، الرب فكرني بالايات الموجوده في انجيل لوقا اللي سمعان الشيخ مسك في ايديه يسوع، بص على يسوع المولود، والكتاب بيقول في لوقا 2: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك. عيناي شافت الخلاص اللي انت بعته لشعبك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وأنا بفتكر اليوم ده هيحصل فيه إيه، ورب بيكلم عن الحتة دي. رب فكرني إن زي ما يسوع أسم الزمن إلى ما قبل مجيئه وما بعد مجيئه، ولادة يسوع أسمت الزمن، ولادة هذا الجيل الموجود بيننا النهاردة هتحدد الزمن بتاع نهضة مصر. الرب قال مصر للمسيح، وكلمته مش هترجع فارغة، هذه الأمة ستولد للمسيح. الرب قال يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم. وإيماننا أن هذا الجيل اللي احنا عايشينه وبنشوفه بعينينا الآن هو الجيل الذي قال عنه الرب أنه سيعرف الرب في مصر ويسترد السيد الرب كرسيه وملكه على هذه الأرض. الجيل ده هيعمل إيه؟ الجيل ده هيعمل شوية حاجات بسيطة قوي. اسمعوا الكلام اللي هيعمله الجيل ده. سفر أخبار الأيام الثاني وإصحاح 34 و35 هقرأ لكم شوية حاجات بسيطة ركزوا فيها. الجيل ده هيعمل اللي عمله يوشيا الملك. يوشيا عندما ملك كان عنده 8 سنين وابتدأ يطلب إله داود أبيه. الجيل ده هيطلب ربنا من كل قلبه، من كل قلبه، مش هيبقى عنده انقسام. تقدر تقول على الجيل ده إنه جيل زي الزيج، زي الميزان بتاع الخيط اللي بيتوزن بيه الحيطة. هذا الجيل سيعلي مستوى القداسة والإعلان الإلهي عن نفسه. الله سيستخدم هذا الجيل إنه يكون الحيطة المعوجة هيبان عوجتها، وبالتالي سيصبح هذا الجيل بيحدد مجيء المسيح ثانية. هدموا كل مذابح البعل، كسر السواري والتماثيل، أحرق عظام الكهنة على مذابحهم، هدم المذابح والسواري ودق التماثيل وقطع جميع تماثيل الشمس. اللي عمله يوشيا انه دمر كل آثار لعبادة غريبة في هذه الأرض. وده إيماني ان هذا الجيل، وإيماننا ان الولاد اللي احنا شايفين قصادهم دلوقتي، لا يبقي الرب ذكرى لعبادات غريبة في هذه الأرض. الرب صانع أمر عظيم ومسرع بيه جدا، وهذه الأمة ستعود. واللي احنا النهاردة بنحتفل بيه هو ولادة جيل عظيم. العدو بيستهدف حياته زي ما القسيس سامح كان بيصلي من شوية بيقول بنرش دمك، بنرش دمك على الجيل ده لكي لا يفقد هذا الجيل. واحنا عايزين نكمل صلاة للجيل ده لكي لا يمد العدو يده لهذا الجيل. بنرش دم يسوع عليه لأن الجيل ده هيشهد تدمير مذابح البعل. وحاجة تانية هيعملها الجيل ده،
بعد يقول كده عن يوشيا، بعد أن طهر الأرض والبيت وأمر بترميم بيت الرب إلهه، هذا الجيل سيرمم عبادة الرب في هذه الأرض بصورة عظيمة غير مسبوقة قبل كده. الرب بيسكب خمر جديدة في زقاق جديد، والجيل ده مش هيعرف حاجة اسمها طائفية، مش هيكون عنده حوائط طائفية خالص، هيبقى عنده أنا بعبد الرب إلهي، ملهوش في الطائفية. أنا عايز نتأكد إن الأطفال الصغيرين اللي بين إيدينا النهاردة، حط إيدك عليهم، ولو على شاشة التلفزيون أو على الإنترنت حط إيدك على أولادك، اعلن ده قدس للرب، حط إيدك فعلا على ابنك قول ده قدس للرب، ده مخصص للرب، ده يوشيا الملك، هذا سيأتي ليكون زيج موضوع لكي يضبط المستوى الأخلاقي والروحي بتاع الأمة بتاعتي. تعالوا نقف ونصلي صلوات صغيرة قوي. يا رب احنا بنشكرك من كل القلب لأجل أبنائنا، تيجوا نصليها كده بصوت عالي، انا هصلي صلوة صغيرة وقولوها ورايا بصوت عالي، تيجوا نعمل كده. أمين. يا رب، لا لا لا، يا رب باسم يسوع بكرس ابني وبنتي يكونوا ليك قدس للرب، تصنع بيهم نهضة عظيمة لا يساوموا على الحق، يحبوا الحق يكرهوا الباطل، فتسكب عليهم زيت ابتهاج، زيت الروح القدس يجي عليكم في اسم يسوع. مصر للمسيح. أمين. هو ذا يركب السماء يشرق كالشمس في ضيائها صوت كالمياه عيناه الهبنا ماسيا بالمجد ليزور. استريحوا. عندي كلمة للآباء والأمهات. بحافظ على الهدوء بقى شوية. الآباء والأمهات يوم ما اتجوزتوا القسيس خد عليكم الايه؟ العهود، بس لما بتخلفوا محدش بياخد عليكم العهود. النهاردة بقى هناخد عليكم العهود على العيال. أمين؟ عايز الآباء والأمهات اقفوا كده، خلينا كلنا نقف مرة تاني كده. وانا هقرا العهود دي، والعهود دي مش حاجه هنقولها، احنا هنتعهد امام الرب ان احنا هنعيش الكلام دون، وحتى لو فينا ضعف بمعونه الروح القدس وبقوه ربنا نقدر نعيش الكلمات دي.
عشان كده وانت بتقول العهد ده ورايا هنقراه كلنا بصوت عالي، قول يا رب اديني قوة ان انا اعيش الكلام دول واكون نموذج قدام اولادي. قولوا معايا بصوت عالي، هتطلع على الشاشة العهود. نتعهد نحن جيل الاباء امام الله الاب والرب يسوع المسيح وبمعونة الروح القدس بالآتي. احنا هنتعهد قدام ربنا، ها، نتعهد ان نحب الرب الهنا من كل القلب والفكر والقدرة، ونعلم اولادنا ان يحبوا الرب وان يعيشوا بكلامه. نتعهد ان نشجع اولادنا بالتواجد في محضر الله ونتشارك معهم في الصلاة وقراءة الكلمة ليتمتعوا بملكوته كما قال يسوع. نتعهد أن نكون قدوة لأطفالنا. خلي بالك، هنعيدها دي. نتعهد أن نكون قدوة لأطفالنا في الكلام والتصرف والحكمة والإيمان. أنا نفسي نقولها نمرة ثلاثة دي مرة تانية. نتعهد أن نكون قدوة لأطفالنا في الكلام والتصرف والحكمة والإيمان، أن لا نهدمهم بكلام سلبي بل نبنيهم بكلمات الله على حياتهم. نتعهد أن نثق في أولادنا ونتوقع أن الرب سيعمل بهم آيات وعجائب. نفسي وأنا بختم الجزء ده أصلي للأباء والأمهات. نفسي النهاردة إن كنت ما كنتش مثال كويس لأولادك والكلام ده ما كانش بيجرى، النهاردة خلي عندك الإيمان ده والتوقع ده والرجاء ده إن من الليلة هتبقى أب مختلف وأم مختلفة، هتبقى أب وأم حسب قلب الله وهتعكس محبة ربنا وصلاح ربنا. It's never too late، مش متأخر أبدا، من الليلة نقدر نبدأ. أمين. صلي معايا. يا رب أنا عايز أشكرك عشان كل أب وأم موجودين هنا، أشكرك عشان دول عمل إيديك، دول صنعة يديك يا رب، أنت اللي جمعتهم وأنت اللي وحدت قلبهم، أنت اللي كونت الأسر ديا يا رب. أشكرك لأن انتظاراتك من كل أب وأم كبيرة قوي يا رب، وأنت عندك معونة يا رب لكل أب وأم الليلة. ارسل معونة ليهم النهاردة يا رب من فضلك، ارسل معونة من سما ليهم، اسكب عليهم حكمة سماوية نازلة من فوق يا رب، وهما بيربوا أولادهم حكمة سماوية نازلة من فوق يا رب، يعلنوا محبتك ورحمتك وصلاحك، يعلنوا غفرانك، يعلنوا يا رب مين أنت من خلال يا رب تربيتهم لأولادهم. أشكرك لأن الماضي يا رب يختفي يا رب، كل الأمور اللي كان فيها فشل وكان فيها مشاكل وكان فيها تحديات وكان فيه نماذج لا تعكس محبتك يا رب، الماضي يا رب ينتهي من الآن. بدايات جديدة للأسر يا رب، بدايات جديدة للأباء والأمهات يا رب. أشكرك لأنك تحط إيدك بالبركة على كل أب وتصنع منه أب صالح، أب صالح زيك يا رب، زيك يسوع صغير، أب حكيم زيك يا رب. أشكرك 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 من أجل كل أم موجودة، أيدها بالحكمة السماوية النازلة من فوق يا رب. أشكرك أشكرك لأنك تلزقهم بمحبتك يا رب، تلزق كل زوج وزوجة بمحبتك. وحد البيوت يا رب، نصلي ضد كل انقسام في البيوت يا رب، كل تحزب في البيوت، كل انشقاق في البيوت، كل نجاسة في البيوت، كل كذب في البيوت، كل التواء في البيوت يا رب. طهارة لبيوتنا، طهارة للبيوت يا رب، طهارة وقداسة وتكريس حقيقي يا رب. أشكرك أشكرك من أجل روح الصلاة يا رب تضرب من جديد من الزوج والزوجة والأولاد يا رب، إن تبقى مذابح عائلية موجودة رب، ما يبقاش شعار ما يبقاش كلام. أشكرك عشان كل تعهد خدناه قدامك الليلة تدينا قوة إن إحنا نعيشه باسم المسيح. آمين.
اتفضلوا. انا نفسي ان نفسي يتصللنا من الاطفال. ممكن اطلب من طفلتين كده ام امير من الموجودين معانا يجوا يصلوا لنا. انا نفسي يصلوا لنا النهارده. ممكن كده نستقبل من فضلك نسكت ونستقبل النهارده بركه الرب لينا من الطفلتين دول. انا من شهرين وقعت ورجلي اتكسرت جامد وقعدت فتره طويله قوي في الجبس. بس دلوقتي عايزه اصلي معاكم واقول لكم ان انا مصدقه ان بينا احنا الاطفال الصغيرين هنعمل معجزات شفاء كتيره قوي. يا رب يسوع انا بشكرك النهارده يا رب عشان جبتنا عشان نقرب منك ونتعرف عليك اكتر يا رب. يا رب يسوع انا مصدقه ان انت في الوقت ده يا رب هتعمل بينا احنا الاطفال حاجات الكبار ما يقدروش يعملوها يا رب. ومفيش حاجه هتقف قدامنا وابليس هيقف يا رب مش هيقدر يعمل لنا اي حاجه تضايقنا. احنا هنعمل اللي انت عايزه يا رب وهنعمل معجزات شفاء كتير. امين. بس انا بشكرك يا رب ان انت تفتح لنا بابك يا رب ان احنا نكون اصحابك يا رب ونكون نحكي لك على كل حاجه يا رب في حياتنا. بطلب منك يا رب ان انت تكون تخلينا يا رب نكون بنقرب منك اكتر يا رب ونكون فعلا يا رب بنحس التغيير في حياتنا يا رب. مش ان هو ده المفروض يا رب ان احنا نكون بنصلي وخلاص يا رب. بطلب منك يا رب ان انت تكون تعمل فرق قوي في حياتنا يا رب وان احنا نكون بنصدق يا رب ان احنا نقدر نعمل معجزات كبيره قوي. امين. انا نفسي المره دي ان انتوا تصلوا لنا. استني يا حبيبتي. نفسي ان انتوا تصلوا لنا. شنش ربنا مديك الايمان ان ربنا يسمعكم ويسمع آلات وعجائب. احنا عندنا طلبات كتيره لاطفال محتاجين وطالبين وكبار طالبين ايات الرب وعجائبه. انا نفسي المره دي انتوا تصلوا ليهم. يمكن يكونوا موجودين هنا ويمكن يكونوا في بلاد تانية. في واحد من أمريكا أهله كلموني ووعدتهم أنه هصلي له وحصلت له حادثة. طفل صغير عربية خبطت رأسه. أنا عاوزكم تصلوا لكل الطلبات دي والطلبات كمان طلبينها تاني. يا رب يسوع بشكرك يا رب عن احنا لما بنطلب منك حاجة بتحققها يا رب. رب يسوع انا بطلب منك ان كل اطفال طلبوا منك حاجات دي يا رب تحققها. احنا مش صغيرين يا رب قوي لدرجه ان انت ما تسمعش صوتنا لكن انت بتسكت كل الملائكه اللي عندك عشان تسمعنا. انا بطلب منك انك تحقق طلبات الاطفال دي. رب يسوع بطلب منك قوي يا رب ان انت تكون خلينا يا رب عندنا ايمان يا رب قوي ان احنا في صلاتنا يا رب حتى لو احنا صغيرين بس احنا يا رب نقدر نعمل معجزات يا رب ونقدر نكون بنغير في ناس يا رب ونقدر نكون بنشفي ناس. امين. أنا نفسي آخر حاجة نطلب حماية، حماية لأطفالنا، نطلب حماية للجيل ده كله. كل مرة كانت الرب بيولد مخلص عظيم للشعب زي ما اتولد موسى وزي ما اتولد المسيح وزي ما اتولد يوآش الملك اللي قرينا عنه. كان إبليس بيعد مؤامرة عشان يبيد الأطفال. فموسى كان كل الشعب ده كل الأولاد يؤمر ان هم كلهم يترموا في النهر. في المسيح كل الاولاد بتوع بيت لحم حاول الملك انه يتخلص منهم. ويقاش برضو جدة الملك ابادت كل الناس الملكي ما عدا الرب انقذه. انا نفسي كده انه الرب عارف ان الجيل ده هو فعلا اللي هيدخل ارض الموعد. هو اللي هياخد المواعيد. هو اللي هيمتلك. هو اللي يرث كل اللي اتزرع من صلوات. انا نفسي كده كلنا يا جماعه نقف مع بعض كده ونطلب حمايه للجيل ده. حمايه لكل الاطفال الموجودين المسلمين والمسيحيين. نطلب كده. ارفع ايدك من فضلك واطلب بركه الرب على الاطفال اللي يمكن اكثر نسبه في المجتمع هم اطفال. بارك الاطفال دي. احميهم في دم المسيح النهارده. احنا نحميكم في دم المسيح. احنا نرش عليكم دم المسيح. احنا نحميكم في اسم الغالي القوي اللي بيفتح ابواب السماء. حمايه من كل مرض. حمايه من كل مؤامره من الشرير. حمايه من كل الامراض اللي بتصيب هذا الجيل من خطايا ومن ذنوب ومن ضعفات. حمايه من كل لعنه رماها عليكم
إبليس أو استخدم حتى أبائكم فيها باسم يسوع المسيح، حماية كاملة من كل الجهات لنفسكم وروحكم وجسدكم باسم المسيح. أنتوا الجيل اللي يرث المواعيد ويدخل الأرض ويقسم هذه الأرض ويفرح بيها، أجيال كثيرة تأتي بعديكم ترث اللي الرب عمله معكم. يزيل الرب في هذه الأرض من كل الأمراض ومن كل الخطايا ومن كل الضعفات أصابت هذه الأرض. يبتدي بيكم الرب جيل جديد، يبتدي بيكم الرب مسحة جديدة، يبتدي الرب بيكم نقلة جديدة في الآيات وفي العجائب وفي القوة وفي المعجزات باسم يسوع المسيح. تكونوا سبب فرح وسبب بركة للأمة دي، سبب فرح لعائلاتكم، سبب شفاء، سبب حرية للأرض دي، سبب استرداد لكل اللي سلب منها في الأجيال السابقة باسم يسوع المسيح. أمين. خلينا نختم معاهم وهم بيقودونا في الترنيمات والتسبيحات. صدق إن يسوع بيغير، صدق إن يسوع بيحرر، صدق إن يسوع بيغير، مصدق إن يسوع بيحرر. علشان كده أنا هتغير، علشان كده أنا هتحرر. لأن يسوع هو الرب، يسوع هو الرب، يسوع هو الرب، يسوع هو الرب القادر على كل شيء. يسوع هو الرب، يسوع هو الرب، يسوع هو الرب القادر على كل شيء. صدق إن يسوع بيغير، صدق إن يسوع بيحرر، صدق إن يسوع بيغير، مش جامدة السقفة دي، زين سقفة جامدة أكتر. يسوع هو الله. لما نقول يسوع هو الله الكنيسة تتهز من التسقيف. طيب قبل ما نختم خلوكم واقفين، احنا يوم الاثنين ما بنقعدش. ها عايز اقول لكم ان في بعض الحاجات اللي تساعد اولادكم بره بتتباع. النهاردة عاملين زي كده حاجة تخفيض عالي قوي، خدمة الاطفال في مصر، كتاب مقدس والسي دي والبلانر بتاع الكتاب المقدس الكبير ده منزلينه 60% من ثمنه، فهو مثلا ب 35 يتباع ب 15 حاجه كده. وفي ماتيريالز ثانيه كتير اقتنوها وانتم خارجين للاولاد. مهم قوي نستثمر في اولادنا، مش بس لبس واكل وشرب، ده احسن استثمار. كلمه الله احسن استثمار. قبل ما نختم اقول لكم ان هيبقى في صلاه للمرضى في الدور الاول في المبنى الجديد، وصلاه التحرير هتبقى فين؟ الشفا في ابراهيم سعيد، الصلاه للشفا في قاعه ابراهيم سعيد، والصلاه التحرير في الدور الاول في المبنى الجديد. خلونا نختم مع بعض بالصلاه الربانيه. بس في ترنيمه نفسي نقولها قبل ما نختم. انا بحب ترنيمه ده يسوع حلو قوي. ما الترنيمه دي بحبها قوي. ليه؟ لان هو حلو، هو يتحب من غير ما يعمل حاجه، هو كده يتحب. حلو قوي، حلو قوي ده يسوع.
بنصلي أبانا الذي نفسي كل الكنيسة ترفع ايديها فوق وإحنا بنقول له ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك، طلع صرخة من قلب الكنيسة ليأتي ملكوتك على بلدنا رب لتكن مشيئتك في مصر الأيام دي. أمين. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل ناحية. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة وعمل وفرح ومواهب الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد. آمين.